سنين من محاربة الإرهاب في سيناء، وفعلا وطبعا ولا أحد يستطيع إنكار أو إغفال أو نسيان دور أهالينا في سيناء والقبائل السيناوية والعائلات السيناوية في مواجهة الإرهاب يدا بيد مع الجيش المصري. وبالضبط زي ما كان التقرير لحضراتكم بتشوفوه دلوقتي بيقول، وعندما هدأت أصوات الرصاص علت أصوات التنمية. وبرضو نفس القصة، زي ما كنا شركة طول الوقت كمصريين يدا بيد في محاربة الإرهاب، فاحنا كمصريين أيضا شركة يدا بيد في التنمية. قبائل سيناء اللي سطرت ملاحم حقيقية تتكتب بحروف النور والذهب والألماز كجزء مهم جدا في تاريخ هذا الوطن. ملحمة القضاء على الإرهاب اللي كان بيهدد مصر في جولات عديدة، وقدموا الدعم المعلوماتي واللوجستي، وقدموا ولادهم علشان نقدر نقف قدام الإرهاب. جسد مصري واحد غير متجزئ. القبض على الإرهابيين والتكفيريين والكشف عن مخابئ الأسلحة والعبوات والخنادق والأنفاق. أهالينا في سيناء سقط منهم شهداء ومنهم مصابين. في النهاية يدا بيد، كتفا بكتف، جسد مصري واحد ودم مصري واحد في مواجهة الإرهاب. سيناء جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أهلها هم أهل هذا الوطن، هم أهل كل الوطن، وإحنا أهل كل الوطن وكل سيناء. ده طبيعي، دمنا دم واحد، والمصاب واحد، والشهيد واحد، والتنمية واحدة. معانا على التليفون الشيخ عارف العكور، شيخ قبيلة العكور بسيناء. أهلا بيك يا شيخ عارف. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، عامل إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، الحمد لله كله تمام. طمني على كل العكور وطمني على سيناء كلها. أول شيء مساء الخير عليك، ومساء الخير على مشاهدينك، وأشكرك على المقدمة الكويسة كده. أقل حاجة تتقال، والله العظيم أقل حاجة تتقال. تسلم ودام ذوقك. فأنا إذا شكرنا أولا نشكر ربنا، ونشكر قيادتنا السياسية الحكيمة، ونشكر جيشنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا، ونشكر برضو أبناء سيناء المصريين الذي كانوا بيد بيد في خندق واحد مع جيشهم، وهذا واجب عليهم وليس منا أو شكر، لأن الشكر لله وليس الأبناء سيناء اليوم، لكن أبناء سيناء على مر التاريخ من حرب 56 و67 و73 كانوا مع من أبائهم وأجدادهم دائما في خندق واحد مع قواتهم المسلحة. صحيح. ونحمد الله أن احنا خلصنا من هذا الكابوس على يد قواتنا المسلحة وجيشنا وشرطتنا وقيادتنا السياسية، لأن احنا كنا في كابوس مظلم ونفق مظلم، ولكن الله نجانا ونجى مصر عامة ونجى الوطن العربي، لأن سيناء بوابة الشرق لمصر و مكان جغرافي ومكان موقع. نحمد الله الحمد لله، الآن سيناء خالي من الإرهاب بنسبة 100%. الله أكبر، الله أكبر، ودايما ليوم الدين تفضل خالية من الإرهاب. طب وماذا عن التنمية يا شيخ عارف؟ الحمد لله، يعني احنا إذا كانت يد كانت تحمل السلاح فهناك يد تبني وتعمر، فبدأت التنمية، بدأت يعني حاجات الكهرباء، الطرق للزراعات، والحمد لله بذل حياة كثيرة، وتمنى أن أبناء سيناء يجنوا ثمار ما عانوا منه في 8 سنوات أو 10 سنوات من هذا الكابوس اللي احنا فيه. الناس دلوقتي تبدأ تجني الثمار؟ إن شاء الله هنجني، يعني احنا أملنا في الله كبير، احنا بدأت التنمية، وأنا أتمنى أن أبناء سيناء المصريين، وأنا أركز على كلمة أبناء سيناء المصريين طبعا، لأنهم شركاء في هذا الوطن وشركاء وسيبقوا، وأنا أطمن الشعب المصري عامة أن أبناء سيناء سيبقوا وقود يحترق من أجل أرضهم ومن أجل قواتهم المسلحة ومن أجل جيشهم، وعلى مر التاريخ ليس في الماضي أو الحاضر، فتبقى حتى المستقبل. وأبناء سيناء أقول لك، يعني أبناء سيناء المصريين لي أكرم مصريين، لأن الحمد لله نعتز أن احنا مصريين أبا عن جد. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء احنا فقدنا الكثير من أبناء سيناء، أكثر من 400 أو 500 واحد شهيد مع قواتهم المسلحة، أكثر من 2000 مصاب، ولكن ليس أغلى من الوطن أو تراب الوطن، وليس أغلى من الضباط الذي برضو ضحوا بأنفسهم أو شرطة، فكلنا كنا في خندق واحد مع صحيح من أجل تراب هذا الوطن. يعني صحيح صحيح. والتنمية تعم على سيناء وعلى مصر كلها. أنا شايف قدامي مصانع، وشايف قدامي عمليات كبيرة في استزراع أراضي سيناء وتوفير المية، تتبني البيوت لأهالينا، لأنه ده حقهم الحقيقة وحقهم التاريخي. يعني
اتمنى يعني الحمد ان شاء الله هي في طرق دلوقتي في محطات ميه كثير بدت، فاتمنى رجوع ابناء سيناء من نزح وبسبب العمليات الارهابيه اتمنى يرجعوا نهائي بالكامل بإذن كل الشبر على ارض سيناء. نتمنى ان حتى وسط سيناء ان تعمر بابناء سيناء المصريين، ليس ابناء سيناء فقط، لان سيناء يعني شركاء للجميع وارض سيناء للجميع، كلنا مصريين طبعا. اتمنى سيناء عندما تكون سيناء فاضيه من وخاصة وسط سيناء لا نكرر أخطاء الماضي في موقعة الدرفسوار عندما اخترق العدو أرض سيناء واخترق في حرب 73. فأتمنى سيناء تعمر كاملة يعني، ومش أقل من أنه كل شبر كل منطقة كل سنتيمتر في سيناء هتلاقيه معمر والله يا أستاذ يوسف ومنمة. والله أنا بحلف بالله سيناء على فكرة تربة غنية خالص، على فكرة من أجود التربة على مستوى الشرق الأوسط، سينا من أنقى الهواء، يعني سينا ليس كزراعة فقط، سينا فيها سياحة، احنا بدل ما نروح الساحل الشمالي أو شرم الشيخ وكلام ده برضو، إن بحر سيناء 160 كيلو متر مربع لابد أن نستفيد منه، لابد أن أرض سيناء، على فكرة زيتون سيناء من أجود أنواع الزيتون في على الشرق الأوسط، كان زمان في من قبل 2010 يصدر الزيتون على مستوى العالم للوطن العربي، خوخ مش سيناء بس زيتون، كنت لسه اقول لك وخوخ سيناء كان الخوخ كان البرادات في الخليج العربي تيجي احنا عايزين نكرر الخوخ يرجع، الزيتون يرجع، التين يرجع، لان سيناء بسم الله ما شاء الله ارض خصبه لكل حاجه، ولكن مش عايزينها تبقى ارض خصبه ترجع ثاني للتكفيريين او للارهاب. لا ابدا، احنا خلاص لن يعود الماضي ثاني، فاحنا ان شاء الله نتمنى ان التنميه ونتمنى الامن والامان يستتب تحت قيادتنا الحكيمة وجيشنا وشرطتنا، ونعاهد الله ونعاهدكم دائما سنبقى يدا بيد، يد تبني ويد تحارب من اجل مصر وبلدنا. لا واهلنا في سيناء قدها هدوء، انا بروح سيناء خد بالك من وانا عندي 15 سنة، يعني بقالي مثلا يا نهار ابيض ده العمر جري، انا داخل على 50 اهو، المهم فانا حتى اكلت عندكم بقى هناك تين اللي هو التين الاخضر ده بس مسكر عسل ابيض، يعني ما نساهوش التين اللي في سينا. على فكره التين العسل والزيت العسل وكل سينا عسل، وانت عسل يا استاذ يوسف وقيادتنا الحكيمه عسل، وعايزين ابناء سينا تبقى عسل وتعيش في حياه عسل كمان، والشيخ عارف وكل اهل سينا عسل مكرر كمان. انت تسلم يا حبيبي الله يطول لي عمرك الله يخليك. الشيخ عارف تعيش يا شيخ عارف عفو. كل الشكر ليك وتحياتي ليك الشيخ عارف العكور شيخ قبيله العكور في سيناء العظيمه.